بجد تحية لحضراتكم مرة تانية في استوديو شباب على الهواء. ودلوقتي دخلنا في سياق فقرتنا الأساسية اللي هتتكلم عن الانتخابات البرلمانية، ونتكلم في ظل الأزمة، أزمة كورونا والإجراءات الاحترازية، كيف ستتم الانتخابات. الأول خلونا نرحب بضيوفي اللي موجودين معايا النهاردة. الأستاذ ياسر أبو العز نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، في البداية برحب بحضرتك، منورنا. وأحمد حسن مشارك بالمؤتمرات الرئاسية، منورنا أبو حميد. أهلا بحضرتك. ودنيا هشام إعلام جامعة القاهرة وزميلة المستقبل، إن شاء الله تكون موجودة معايا النهاردة في الحلقة. خلينا نبدأ والبداية والانتخابات البرلمانية والشكل اللي هتكون عليه مصر اليومين الجايين في المرحلة الأولى وسبعة وثمانية المرحلة الثانية. أستاذ ياسر، أول خلينا نتكلم عن إزاي مصر عرفت الحياة البرلمانية. إحنا في شهر أكتوبر اللي إحنا فيه ده، مصر احتفلت بمرور 150 سنة على الحياة البرلمانية في مصر. فبدأت الحياة البرلمانية في مصر من سنة 1806 عندما اختار الشعب مجموعة من علماء الأزهر والتجار والعلماء اختيارهم لمحمد علي باشا دون الانتظار لأن ترسل الأستانة والي لمصر، وتم تنصيب محمد علي وليا لمصر. فمن هنا بدأت الحياة البرلمانية في مصر منذ هذا التاريخ. فعرفت مصر بأول حياة نيابية في سنة 1924 في أول برلمان انتخابي كان مكون من 200 عضو. كذلك في بعد الحرب العالمية الأولى تم وقيام ثورة 1919، تم في هذا التاريخ أول دستور مصري سنة 1923. فتعددت الحياة النيابية في مصر، ومن هذا المنطلق نعتبر أن احنا نقول أن احنا داخلين على عرس انتخابي في 2020. الشكل اللي هيكون فيه الانتخابات في مصر في هذا الجو بدأت منذ ثلاثة أيام في الخارج، يوم 21 و 22 الانتخابات بالخارج، والنهاردة آخر يوم طبعا. بكرة هتبتدي فبكرة هتبتدي إن شاء الله الانتخابات بالداخل. الانتخابات بالداخل في وسط وجنوب وشمال الصعيد، بداية المرحلة الأولى للانتخابات في ظل ظروف استثنائية وهي ظاهرة كورونا. وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات بعض الشروط عشان هذه الظروف الاستثنائية، أن هي اللي هي تعقيم اللجان الانتخابية حفاظا على الناخبين، تعقيم اللجان الانتخابية قبل وبعد العملية الانتخابية، تنظيم عملية التنظيم قبل الدخول للجان، حرصت اللجنة الانتخابية على وجود أحد من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات أن يقوم بتنظيم المسافات المتباعدة بين الناخبين، كذلك الإجبار جميع الناخبين على ارتداء الكمامة قبل الدخول الإجراءات الوقائية كلها العملية الانتخابية. وكذلك وفرت كمامات مجانية لكل الناخبين في حالة عدم حضور الناخب بكمامة، وكذلك كله حفاظا على الناخبين في عملية الاقتراع في هذا البرلمان. تمام. أستاذ ياسر، قانون مجلس النواب اختار الجمع ما بين النظام الفردي ونظام القوائم بنسبة 50% لكل واحد فيهم. عايزين نتكلم أكتر على النظام الفردي وترشح بالنسبة لنظام القوائم، إيه مميزات ده وإيه سلبيات ده وإيه الفرق ما بينهم وانعكاسهم برضو على الأجواء العامة للانتخابات؟ بالنسبة للحرصة في الدستور الأخير أن احنا يبقى عندنا نظامين للانتخابات، وتم الاقتراع على هذا النظام في النظام الفردي والنظام القوائم. النظام الفردي هو نظام مباشر برضو من الأحزاب، إن هو برضو المرشحين المتواجدين بنظام من مرشحين من قبل الأحزاب، حزب ولا فرد مستقل أو في منهم مستقلين مش غير منضمين لبعض الأحزاب. وأما نظام القائمة فهو نظام كان عبارة عن كتل تجمع بين أكثر من حزب متواجد، إن هم عملوا كتل انتخابية مع بعضهم، يكون لهم الحق الاقتراع من الناخبين بشكل مباشر.
وده طبعا دليل على التنوع واثراء الحياه البرلمانيه، شكل أكيد. كبير من التنوع في الانتخابات في مصر بين الفردي وبين النظام القائم. تمام. احمد، بما انك احد الشباب وما تمثل، يعني احنا مش هنقدر نجيب الشباب كلهم معانا في الاستوديو، فانت واحد من الناس اللي بتمثل الشباب في المجتمع المصري وكمان دنيا احد الشباب المشارك برضه في الحلقه. خلينا نتكلم عن الادوار الشبابيه في صياغه الامور الايجابيه، خاصه احنا بنتكلم عن مجلس شورى، مجلس نواب، وبنتكلم كمان عن امور كثيره لادوار الشباب في المجتمع المصري في صياغه الامر بشكل ايجابي لمستقبلهم في الوقت القريب والبعيد ان شاء الله، التخطيط للامور القادمه. بما انك واحد من اللي شاركت في المؤتمرات المختلفه، شايف ايه اهم الادوار المفروض يقوم بها الشباب خلال هذه الفتره، خلال فتره الانتخابات؟ اولا قبل الانتخابات وقبل الفتره دي كلها لازم يكون عارف يعني انتخابات بالظبط، عارف يعني ايه برلمان، سواء عارف يعني مجلس شورى، عارف يعني مجلس شباب. الشباب ده ما يعرفش يعني ايه مجلس شورى، ما يعرفش يعني ايه مجلس نواب، ما يعرفش ايه الاختصاصات بتاعتهم. هو يعرف الاسم او ممكن يعرف ان هو برضه يعرف يعني بعض المهام اللي بيقوم بها مجلس الشعب او مجلس الشورى، بس مش عارف متعمق قوي. يعني مثلا ممكن تساله مثلا في عدد المقاعد مجلس الشعب، عدد مقاعد مجلس الشورى، البرلمان ده تاسس امتى، ايه سلطات البرلمان اصلا، يعني البرلمان ده بيعمل ايه. في حاجة كويسة جدا يعني هي وزارة الشباب والرياضة عاملاها، اللي هي برلمان الطلائع وبرلمان الشباب. صحيح. برلمان الطلائع بيبقى من زمان سن صغير من زمان موجود، فلازم ده بيبقى دلوقتي انتشر حاليا في على محافظات الجمهورية كلها. فيعني المفروض من الشباب دلوقتي حاليا الأطفال، حتى أنا بدعو كل الشباب وبدعو كل الأطفال إن هم يبدأوا يدوروا على البرلمان ويدوروا إن إزاي إن هم يعرفوا يشاركوا فيه، يعرف يقرأ في التاريخ، يعرف يعني إيه الانتخابات دي بدأت في إمتى في مصر، يعرف البرلمان ده بدأ إزاي. فخلال العمليه الانتخابيه بقى يعني بعد تجاوز الشاب 18 سنه بيحق له ان هو تصويت، يعرف ازاي هيدين مين، هيدين مين اللي ممثله، هيدين اللي هيعمل لمصلحه البلد، ده اللي هيعرف صوته، اللي هيعرف يتواصل معاه ويشوف هل هو قدر ينفذ الوعود الانتخابيه اللي كان بيقولها في المشروع، في الحملات بتاعته. دي كلها من المفترض. هو دايما الانتخابات بنتكلم على المشروع، ايه المشروع اللي هيقدمه الشخص ده عشان انا اديله صوتي، ايه عشان صوتي امانه في الوقت بالظبط، ان ده هل هيحدد بالنسبه للشخص ده هل المشروع بتاعه يتفق مع المرحله اللي انا ماشي فيها ولا لا، هل الشخص ده مناسب للمرحله دي ولا لا. هو ده الشكل الطبيعي والايجابي المفروض. وفي ظل بقى الاجراءات الاحترازيه وظل جائحه كورونا اللي احنا فيها دي، المفترض ان الشاب يكون هو اكثر وعيا من غيره، ان هو خارج اللجان يكون في انتظام، في التزام بالاجراءات، في مسافات، في لابس الكمامه بتاعته، المعقب معاه، يكون عارف هو رايح امتى، يكون عارف اصلا الكارت الانتخابي ده يجيبه هو من على النت، لان هو يقدر ان هو يدخل على موقع الهيئه الوطنيه للانتخابات ويقدر بالرقم القومي بتاعه يعرف يسجل هو فين لجنته بالزبط. فين رقم في الكشف، كل ده يكون سهل ليه، يكون مطلع على اسماء الناخبين اللي في دايرته، يعرف برامجهم كويس ويدرسها كويس، هل هو ده اللي يستحق ان انا اديله صوتي ولا لا. صحيح. ولازم نوضح كمان ان الشباب كمان الفتره دي في الانتخابات موجودين بشكل كبير جدا، في 26 شخصيه شبابيه من تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، في كمان من خارج التنسيقيه، كل ده عشان يكون في تمثيل قوي للشباب داخل البرلمان، وطبعا بالاضافه لوجود الستات بقوا موجودين دلوقتي في كل حدث، مشاركين في كل فعاليه، وطبعا ده بسبب ان هم لقوا اهتمام ورعايه كبيره من القياده السياسيه. فعايزين نعرف المراه بقى هتشارك بنسبه قد ايه في مجلس النواب؟ المرأة طبعا حظيت باهتمام كبير في ظل القيادة السياسية بعد ثورة 30 من يوليو، كان لها الدور البارز والأهم، لأن لو جينا اتكلمنا عن المرأة فهنلاقي أن المرأة دي هي الأم، هي الأخت، هي الجدة، هي العمة، هي الخالة، فالمرأة هي نصف المجتمع زي ما بيقولوا. فالمرأة كان لها دور كبير، تولت كثير من المناصب في ظل الوزارة الحالية، يوجد أكثر من 8 وزراء، من أخذت استحقاقات سياسية كتير في هذه المرحلة، فكان لازم يكون لها دور كبير في البرلمان. هو في البرلمان السابق كان لها، كانت تمثل نسبة 19% من عدد النواب، في وقد تم تغيير هذا في الدورة البرلمانية السابقة وزيادة العدد من 19 إلى 25%، يعني في حدود 142 عضوية للسيدات في المجلس القادم بإذن الله، يعني هيكون لهم
دور مميز. متوقع المشاركة تكون مستوى كبير. ومستوى لأنه مستوى كبير، وهم صراحة يعني لهم دور نشيط في كل المجالات اللي هم تولوها، فكانت حرص القيادة السياسية أن هم يبقوا متواجدين بشكل مكثف في المجلس القادم إن شاء الله. خلينا نتكلم عن الظواهر الأكثر متابعة في العملية الانتخابية. دائما بنتكلم عن العملية الانتخابية، دائما بنقول ان هو عرس انتخابي، ولكن خلينا نتكلم عن التفاصيل الصغيره اللي الناس كلها بتدور عليها. عمليه الاقتراع وعمليه التصويت وكل هذه الامور هي سيناريو كل واحد بيحطه في دماغه، انا هروح الساعه كام، هعمل ايه، واروح ازاي، واجيب. خلينا نقول لكبار السن والناس اللي مش عارفه هتحصل على اللجان بتاعتها، الارقام بتاعه اللجان، وعمليه الاقتراع هتتم ازاي. الشباب خلاص احنا عارفين ادوارهم، والمفروض ان هو يكون ادوارهم المعرفيه اكتر، ان هو يعرف الناس ازاي يقدروا يتواصلوا مع لجانهم، وازاي يقدروا يقترعوا بشكل امن وسالم. الهيئه العليا للانتخابات، الهيئه الوطنيه للانتخابات، حرصت على ازاي توصل لك المعلومه. اول حاجه عن طريق السايد بتاعهم، حطوا السايد بتاعهم ان انت بتحط بالرقم القومي، مكون من 14 رقم، بتحط الرقم بتاعك، فبعد ما بتحط الرقم بيظهر لك مكان اللجنه الفرعيه اللي انت فيها، وبيختار لك اقرب مكان ليك قريب منك، بيعرفك رقمك في انهي لجنه، بيعرفك رقمك في القائمه الانتخابيه بالرقم، عشان لما بتيجي تدخل ما بتاخدش وقت من قدام اللجنة. فالعملية دي سهلت عملية كتير. كمان عمل وسيلة تانية اللي هم عن طريق الاس ام اس، ان انت بترضع رسالة عن طريق الموبايل، بتبعت رسالة رقم 51 51، بتتعرف في لك رد فيها برضو لما بترسل بتاعك باللجنة والرقم، ونفس اللي حصل عن موضوع السايت. وكمان يمكن الاتصال عن طريق الخط الساخن، ان انت بتتصل بالرقم 141، برضو بيدي لك كل الداتا والمعلومات اللي تتطلب بمكانك الانتخابي واللجنه الفرعيه ورقمك في القائمه الانتخابيه. تمام. هتعملي ايه انت يوم الانتخابات؟ قولي لي كده. المشاركه مهمه جدا، مشاركه الشباب دي اكيد، وزي ما قلنا لازم المعرفه، لازم على قد ما يقدروا يوعوا اصحابهم، يوعوا قرايبهم قد ايه صوتهم مهم وقد ايه وجودهم مهم. دي اهم حاجه انا بدور عليها، فكره بالزبط. ان انا كشاب بيكون ليا دور مؤثر فعلا ايجابي، يعني على قد ما انا مش بس ان انا اروح احط صوت الانتخاب، ولكن فكره ان انا اشارك بالنسبه للناس اللي حواليا، اعرفهم يعني ايه انتخابات، واعرفهم ان اهميه الاصوات بتاعتهم، اكتر ادخل واسيرش واعرف اكتر عن مستقبلي انا. يعني انا لو انا قلت لشخص تاني، فانا بدور على مستقبلي في النهايه. اكيد يعني. تمام. احمد طبعا لازم اوعى البيت، جيران على اكثر مدى مثلا انا ساكن فيه، اعرفهم ان ده امانه لازم يؤديها بشكلها. مثلا لو هو مش بيعرف او مش عارف الاسماء اللي موجوده اللي هي نزل الانتخابات، اعرفه وعرفوا البرامج بتاعتهم. ولا الحريه في ان يختار. بالظبط كده. انا اعرفه السيفيهات بتاعت الناس، وهو على الحريه في ان يختار، لان ده في النهايه صوت انتخابي. طيب خلينا نخرج لتقرير عن المشاركه في الانتخابات البرلمانيه. بعد هذا التقرير نستكمل حلقتنا وحوارنا مع ضيوفنا الكرام.